الخير خلاصة جديدة، أهلا وسهلا بحضراتكم. كتير مننا أول ما بيحس بصداع أو وجع في السنان، حتى وجع في البطن، وجع في الإيد، في العظم، في أي حاجة، بيجري على طول على الصيدلية. مساء الخير، محتاج مسكن. ويا سلام بقى لو مسكن قوي عشان الألم شديد، على طول الصيدلي بيديك مسكن أيا كان النوع إيه هو. في دراسة حديثة بتقول إن المصريين السنة اللي فاتت صرفوا أكتر من 16 مليار جنيه على 20 مستحضر دوائي فقط. دي دراسة لمؤسسة معنية برصد مبيعات سوق الدواء. من بين بقى أكتر الأدوية اللي اشتراها المصريين كانت مستحضرات لالتهاب المريء والحموضة ومسكنات الآلام والمضادات الحيوية، بالإضافة لحقن لعلاج الجلطات وعلاج الصرع والنوبات العصبية ومضادات الالتهاب والتورم والمطهرات والمعقمات للجروح. اللي يهمنا هنا وموضوع حلقتنا في الخلاصة النهاردة هو مسكنات الآلام اللي كانت من ضمن أكتر الأدوية مبيعا في مصر. زي ما قلت لحضراتكم سهل جدا تتاخد من غير استشارة دكتور، من غير روشتة، انت مجرد بتروح للصيدلية عايز مسكن أو عندي وجع كذا. مرة في التانية جسمك بدون ما تحس بيدمن المسكنات دي، وللأسف الوجع اللي انت بتاخد له مسكن هو في الغالب مؤشر او انذار لمرض معين محتاج انه يتعالج، مش محتاج يتسكن او انك تتجاهله. والسلام. للأسف طبعا احنا تعودنا على الاستسهال وبنكسل حتى نروح للدكتور، فنروح للصيدلية نطلب المسكن وانتهى الموضوع، ويفضل المشكلة موجودة وقائمة وقد تكون بتتفاقم ويحصل فيها مضاعفات طبية خطيرة. ده غير بقى إدمان المسكنات بشكل عام. الأمراض وخطورتها، ممكن يبقى في قرحة في المعدة، ممكن يبقى في فشل في وظائف الكبد، فشل في وظائف الكلى، تشنجات، اضطرابات في الجهاز العصبي، قرحة في الجهاز الهضمي، مشاكل الانتفاخات وغيره، فقدان للتركيز والتشنجات، مشكلات في الجهاز العصبي، نوبات صرع متكررة، انعدام الانتباه، يمكن حاجات كمان أخطر من كده. عشان كده كل الهيئات والجهات الطبية في العالم بتحذر من الإفراط في تناول المسكنات أو تناول المسكنات من غير استشارة طبيب. وفي مصر هنا هيئة الدواء المصرية حذرت أكتر من مرة من ده، وقالت إن الإفراط في استخدام المسكنات هو من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي. يبقى من الأفضل إنك تجري على إنك تجري على الصيدلية تاخد مسكن، إنك تروح لدكتور متخصص، أو على الأقل لو اضطرينا ناخد مسكن ده يكون بشكل مؤقت لحد ما تروح للدكتور يكتب لك العلاج أو يكتب لك المسكن المناسب لحالتك أو مشكلتك. النهاردة في الخلاصة هنفتح ملف الأضرار والمخاطر اللي ممكن تسببها المسكنات الطبية، وتعمل إيه لو حسيت بتعب، وإيه هي الأعراض الجانبية اللي لو ظهرت عليك تعرف إنها بسبب المسكن اللي بتاخده ولازم توقفه فورا وتروح للدكتور. كل ده هنناقشه مع حضراتكم في الخلاصة بعد الفاصل مع الدكتور محمد المنيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان بعد الفاصل. المسكنات هي تلك الحبوب الصغيرة التي يهرب إليها الكثير من الناس للتخفيف من آلامهم، وفي دوامة الحياة ودهاليزها تأتي المسكنات كملاذا سحريا يلجأ إليه الكثيرون للتخفيف من آلامهم وضغوطهم. لكن خلف هذا الحل السريع تتربص مخاطر جسيمة قد تقتل مستخدمها. هل فكرت يوما في المخاطر التي قد تنجم عن الإسراف في تناول هذه المسكنات دون استشارة الطبيب؟ منظمة الصحة العالمية حذرت وقالت أن الإفراط في تناول المسكنات يقتل 70,000 شخص سنوياً. تلك الأقراص البريئة التي تبدو كمنقذ في ساعات الألم تخفي في طياتها خطراً كبيراً، وهو ما حذرت منه هيئة الدواء المصرية، وقالت أنها قد تسبب احتباس السوائل بالجسم وتؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم بشكل خطير. التعود على تناول المسكنات يجعل الجسم يحتاج إلى المزيد منها ليجد
الإنسان نفسه فريسة في طريق إدمان المسكنات، كما أنها تنهك أعضاء الجسم الداخلية خاصة الكلى والكبد وتضعها تحت وطأة السموم، وهو ما جعل وزارة الصحة تحذر من الاستخدام المتكرر لها بدون استشارة الطبيب لما تسببه من الاعتلال الكلوي. ليست الأضرار الجسدية وحدها ما ينبغي أن يقلقنا، بل أن المسكنات تمتد تأثيرها إلى أعماق النفس والعقل، حيث يمكن لتلك الأقراص الصغيرة أن تتسبب في زوبعة من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، فتتحول لحظات الراحة المؤقتة إلى دوامة من المعاناة النفسية تعصف بصفاء العقل وتركيزه. في النهاية يجب أن نعي أن المسكنات رغم فوائدها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، لنتوخى الحذر ولنحمي أنفسنا من الوقوع في فخ الإسراف دون استشارة الطبيب، ولنجعل من صحتنا أولوية ولنكن على وعي بأن الوقاية خير من العلاج. برحب بحضراتكم مرة تانية في الخلاصة، واسمحوا لي أرحب بضيوفي المنورين في الاستوديو، الدكتور محمد المنيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا هبة. ومنورنا أيضا الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هبة. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدأ مع الدكتور محمد. لما بنتكلم على فكرة الإفراط في تناول المسكنات، أولا هل دقيق إن احنا نسميه إفراط؟ يعني هل ده ممكن يشير إلى أعراض جانبية أضرار ما، ولا بتشوف المسألة دي ازاي؟ طيب احنا ليه الناس بتاخد مسكنات؟ لأن عندهم ألم. يعني ايه عندي ألم؟ الألم ده ربنا دهولنا أو هو العلامة الوحيدة اللي الجسم بياخد فيها تحذير، ففي حاجة اسمها حاد، ألم حاد، أنا اتلسعت بحاجة فأنا لازم أشيل إيدي مرة واحدة. أنا لو ما عنديش الشعور بالألم زي اللي عنده التهاب طرفي في الأطراف، المريض سكر أو عنده أسباب أخرى غير مرض السكر، هيجيله خراج يودي بحياته نتيجة تسمم في أمراض الدم. وشوفنا حاجات كتير جدا إن المريض ما بياخدش باله من المشكلة اللي موجودة نتيجة الألم، زي اللي هو يعني اكتشفنا بالصدفة إن عنده ورم سرطاني ما عندوش علامة دورت عليه، فهلك قبل أن نكتشفه، قبل أن ناخد علاج أو ناخد حاجة بهذا القبيل. عندنا ألم حاد وألم مزمن. الألم الحاد اللي هو هيقعد 3 أسابيع، اللي هو أنا النهاردة اتعورت، أنا الألم مش هروح مرة واحدة، فأنا محتاج أن أنا أقلل الألم. كان زمان ما كانش عندهم وسائل يعني، فكان عندهم التبريد، التسخين، كان في على مر يعني التاريخ المصريين عملوا الأسبرين على فكرة من نبات، خلاصة نبات الصفصاف. واكتشفنا احنا اللي اكتشفنا الهيروين والأوبيوم والحشيش، يعني مر على مر التاريخ الحضارة المصرية استخدمت ده كمسكن للألم، ولما اخده كمسكن للألم ما فيهوش إدمان، لكن لو خدته واعتدت عليه ابتدى يبقى عندنا مشاكل إدمان، ومن الخلاصات اللي هتبقى موجودة الزيوت اللي ورا هذا الكلام. إذا الألم استمر أكتر من 3 أسابيع ده اسمه ألم مزمن. طب ايه تأثير الألم؟ ده هو بيزود لي ضربات القلب، ده هو بيضعف لي المناعة، ده هو بيرفع الضغط، يعني ده ابتدى يعمل لي مشاكل كبيرة جدا، ابتدى يعمل لي إرهاق، ضعف المناعة، اداني شعور بالإرهاق، ضيع لي النوم، بقى عندي أرق، وأثر لي بالسلب على كل أعضاء الجسم إذا استمر هذا الألم. فلا بد من السيطرة على الألم، ومن هنا أهمية المسكنات. يعني إيه مسكنات؟ هل هو فقط عائلة الأسبرين؟ هل هو عائلة الكورتيزون؟ لأن على فكرة الكورتيزون بيستخدم كهذا الجزء. هل هو العائلة الأخرى اللي هو زي الأسيتامينوفان اللي احنا بنستخدمه، ابن عم الأسبرين بس مفهوش مضاد الالتهاب؟ ولا هل في ادويه اخرى؟ هل في حاجات احنا بنستخدمها للفترات الطويله؟ يعني اللي عنده التهاب طرفي في الاعصاب وانا بديله مسكن، انا بديله ادويه مضادات اكتئاب وبديله مضادات صرع، يعني والادويه دي امنه وممكن استخدمها لفترات طويله. هل انا واحد عامل جراحه النهارده حاده، فاحنا ممكن النهارده بنستخدم له عائله المورفين بشكل آمن جوه مستشفى ملهاش علاقة بالإدمان. فإحنا عندنا هذه المسكنات بشكل إذا استخدمته في حدود محددة ف
فانا ما عنديش مشكله. طب امتى اشعر بالمشاكل بتاعت هذه المسكنات؟ المسكنات اذا افرطت فيها. اشهر حاجه احنا سمعنا عنها الفشل الكلوي، ضعف السمع، بس ابتدينا نسمع كلام جديد ان هو ممكن يؤثر على الكبد وممكن يؤثر على القلب. ده كلام جديد بقى، ابتدى يبقى فيه تحذير عالمي هيقول لنا عليه اطباء الصيدله او دكاتره الصيدله. النهارده مفيش مسكن بيباع في الولايات المتحده او في كندا او في الدول الا ما يكون عليه تحذير. هذا المسكن قد يؤدي الى ذبحه صدريه. ده كلام غريب جدا، ضعف في عضله القلب، ضعف في عضلة القلب وذبحة صدرية، حاجة خطيرة جدا. ده يعني بتاخد مسكن وقد وبعدين يعمل لك جلطة، واحنا بنقول ان هم بيزودوا السيولة. وقد يؤدي الى نزيف معوي اذا كان سنك اكتر من 60 سنة. ده التحذير. احنا زي ما بنقرأ التدخين ضرب الصحة، بقى هذا التحذير موجود داخل هذه المسكنات، في بقى تحذير اجباري تكتبه هذه الدول. طب الكبد، انا النهارده خدت هذه المسكنات لفتره، العائله اللي احنا بنقول عليها النان ستيرويد، لفتره امتدت شهر ووقفتهم. بعد 6 شهور بعمل تحاليل بالصدفه لقيت عندي انزيمات عاليه، وبعدين بتابع عملت دلالات الفيروسات وخلافه، لا مفيش اي حاجه. ابتديت اعمل دلالات مناعيه لقيت حاجه اسمها الاي ان ايه عالي، فابتدى يبقى عندي خلل، انا بظن ان هو خلل مناعي. ابتدى يبقى عندي هرش، ابتدى يبقى عندي صفرة في 6 شهور لسنة بعد ما وقفت هذه المسكنات. كل ده بسبب المسكنات؟ في حاجات احنا اكتشفناها ان لها تأثير بعيد بعد ما اكون وقفت هذه المسكنات، لانها عملت لي خلل مناعي ونشاط مناعي مش موجود. يعني في ناس هيجيلها هرش من خلل جلدي، في واحد هيجيله مشكلة القلب دي بعد استخدامه لمسكنات ووقفها بعدها بشهر ظهرت له بعدها ب3-4 شهور، وابتدينا نقول ان الموضوع ده ملوش علاقه، فاحنا نسينا ان ليه علاقه بالمسكنات اللي خدها. ما احنا واحنا بنبحث في التاريخ المرضي بتاعه، لا هو ما جابش فيروسات، مش لاقي اسباب عضويه كبيره. وانا باخد بقى تاريخه، انت خدت ادويه قبل كده؟ لا هو مش فاكر المسكنات دي، مش حاسبها ضد الادويه اللي هو خدها. فكان عنده مشكله وانا مش واخد بالي. فابتدينا نعالج الكبد على انه تليف كبدي مجهول او تليف كبدي نتيجه كبد دهني او مناعي بالخطا بعدها ب6 شهور لسنه. ابتديت اتكلم معاه وابتديت اكتشف ان عنده ما يطلق عليه كريبتوجينيك سيروزس، التليف الخفي بعدها بفترات بسنين. وهو كان السبب الانسلت او المشكله انه خد الدواء ده. بس الدواء ده طبعا ده مش الاسبرين ولا البنادول الحاجات اللي بناخدها اللي هي الديلي بيزز دي، صح؟ طب مين اللي هياخد هذه الادويه؟ المضاعفات دي بتظهر بعدها بقد ايه؟ بتظهر لو انا استمريت في هذه الادويه دي، مش بتظهر من اول قرص. دي هتظهر لو انا استمريت في الادويه دي. ما احنا عشان كده مش عايزين نخوف الناس. التحذيرات الجديده دي ظهرت بعد العلم ما اتطور وفهم هذه الاثار. عشان كده في ادويه منعوها من الاسواق، يعني مرض دواء من المسكنات اسمه سولين داك. هو موجود في مصر بس له تأثير مباشر على الكبد أكثر من إخواته. طبعا طبيب الصيدلة الدكتور سرور هيحكي لنا هذه التفاصيل أكثر. احنا عندنا أكثر من 20 مركب موجود. استغربت في خطورة الجمل دي، وفعلا عايزين ناخد رأي الصيدلة. الدكتور سامح، يعني معقول أنه مثلا دواء أخده عشان يسكن ألم معين بعد حادثة، بعد عملية، تعددت الأسباب، بس هي المشكلة في المدة. لا غير الحساسيه، يعني في جزء حساسيه، انا هاخد دواء يعمل لي حساسيه النهارده، ده اي حد معرض ليه. لكن في حاجه انا استمريت عليها فترات طويله وقطعتها ابتدت مشاكلها تظهر. هو ده الكلام الجديد اللي بيتكلموا فيه في الطب. بس بقى كوكرين بيزد وبير ريفيو، فاصبح طب ثابت. عشان كده التحذير بتاع منظمه الصحه العالميه ظهر. هو الكلام ده بقى له يعني 3-4 سنوات بس بقى جلي الان دلوقتي. طب تفسير حضرتك ايه؟ هو زي ما يعني استاذ الدكتور محمد اتفضل وقال، احنا الافراط في استخدام اي دواء في الدنيا على فكره هيؤدي لاثار جانبيه كتيره. مفيش دواء سيف، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش دواء انا باخد الدواء علشان يعالج حاجه معينه، خلل معين في اورجن معين، في عضو معين موجود عندي في الجسم. زي ما باخد الدواء وبيوصل للمكان اللي هيعالج فيه بيوصل لكل حته في الجسم. الاستخدام عمال على بطال بجرعات كبيره، دي اللي تؤدي لظهور المشاكل وبيسميها الاعراض الجانبيه او سايد افكتس بتاعت الدواء. ليه المسكنات
اشهر المسكنات الجروب اللي اتكلم عليها استاذ الدكتور محمد اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، المركبات الغير كورتوزينيه اللي هي بنستخدمها كتير قوي، اللي هي اللي الناس بتستخدمها الايبوبروفين والكيتوبروفين والديكلوفيناك وفولتارين، ومش عايز اقول اسماء تجاريه عشان مش بتكلم على حاجه معينه يعني، بس كل المسكنات مش عايزين نحذر امال احنا نشتغل ازاي يا دكتور؟ بس معلش بعدين الضحيه اللي مستنيينها في الاستوديو زميلتنا. فحاجات زي الايبوبروفين زي الكيتوبروفين زي الديكلوفيناك، الحاجات دي يعني الناس اللي بتشتغل في الصيدلات عارفين هي بتتباع مش عايز اقول زي اللب والناس بتستخدمها بكميات كبيره، فده اللي بيعمل المشكله. هو ده ليه بيعمل مشكله؟ المركبات دي في انزيمين موجودين في الجسم عندنا، واحد اسمه كوكس 1 وواحد اسمه كوكس 2. دي انزيمات في الجسم؟ في الجسم. الاولاني رقم واحد ده هوت ده الجسم بيفرزه على طول، مسؤول عن حاجات كتيره في وظائف الكلى بتاعتنا وفي تكوين البليتلتس اللي بتعمل تجلط الدم و و و، فليه وظائف كتيره كويسه جدا. الكوكس 2 الانزيم الثاني بيظهر امتى؟ بيظهر لما يحصل عندي التهاب او الم بيبدا يظهر عندي. اما باخد المسكن دوت بيثبط الانزيمين دولت بنسميه نون سيلكتيف، فبالتالي بيأثر على الاثنين. فلما يوقف لي الاثنين بيوقف لي اللي عامل لي الالم او عامل لي الالتهاب فبيعالج، بيوقف معاه، بيوقف الثاني الاولاني الكوكس 1 اللي هو مسؤول عن وظائف كتيره في الجسم. فلما يوقفها اول حاجه واشهر حاجه الالسر. الكوكس 1 ده هو مسؤول عن تكوين الغطاء المخاطي اللي بيبطن المعده وبيقيها من الاحماض اللي موجوده جواها. فانا لما اوقفه هيحصل ايه؟ الغطاء المخاطي ده هو هيبدا يقل ويبدا ابدا اتعرض للقرحه، تبدا تتكون قرحه معده. دي اول حاجه بتظهر من الناس انتي انفلاماتوري، تبدا ياثر لي على وظائف الكلى فيبدا يحصل مشاكل في الكلى والنفروزس وممكن يحصل فشل كلوي الاعتلال الكلوي، كل الحاجات دي تظهر. بس هل الحالات دي اكستريم يعني تحتاج مثلا الى استخدام متواصل للمسكنات لفترات معينه؟ يعني مش كل حد بياخد شويه بيستسهل في المسكنات يبقى عنده الحالات اللي هي طبعا في الاثار الجانبيه الخطيره، في جينيتيك فاريشن بين الناس وفي حالات مختلفه، والحاله الصحيه اصلا بتاعه المريض وهو بياخد، لو انا عندي او بريديسبوز لمشاكل كلى واخد المسكنات لفتره طويله هتظهر عندي اسرع من واحد ما عندوش مشكله. فزي ما الدكتور محمد اتكلم عن الناس بتظهر عندها الهيباتوتوكسيسي او التاثير على الكبد، لو انا اوريدي عندي مشاكل او بريديسبوز او في فاكتورز مأثره عليا مخليه عندي مشاكل بسيطه في الكبد ومش ظاهره، طول استخدام المسكنات هيعجل بظهور الامراض دي. علشان كده بنقول يا جماعه لما يبقى عندك مشكله ما تجيش تقول تروح تقول انا عايز الحاجه الفلانيه، في طبيب تروح تستشيره هو اللي يقول لك تاخد ايه او محتاج ايه، حاجه سريعه وجات لك مفاجاه، في صيدلي فاهم الدواء ويقدر يسمع منك ويوجهك انهي الانسب لحالتك والجرعه اللي تاخدها قد ايه وتوقف بعد قد ايه لحد ما تروح للطبيب. فلازم ندي كل واحد الدور بتاعه. طيب انا هرجع للنقطه دي لانه فعلا احنا عندنا افه استخدام الادويه بدون على السمع، يعني ممكن اكلم واحده صاحبتي انت لما كنت تعبانه خدتي ايه فاخد نفس الادويه، او اتصل بالصيدلي والنبي اشرح لي قول لي هو يقول لي تعالي لا قول لي انت في التليفون وخلاص. لكن النقطه اللي انا متوقفه عندها دكتور محمد لما بنقول برضو الاستخدام لفترات طويله، فترات طويلة دي اللي هي قد ايه؟ يعني تسمم القلب او المشاكل الممكنة مع القلب لو حد اوريدي كان عنده ضيق في الشرايين ومشاكل في الصمامات قديمة دي تبتدي من 30 يوم، قد تظهر 30 يوم استخدام مسكنات؟ بجرعات اعلى من الجرعات الثيرابيوتيك. الكبد اللي هي ايه معلش مش فاهم، يعني في جرعات مكتوبه احنا هناخد مثلا من النسبه كده الى كده مرتبطه بالوزن بالجسم بخلافه، فاحنا استخدامنا لجرعات مقاربه للجرعات اللي هي العلاجيه اللي بيسموها جرعات علاجيه، هي مش جرعات علاجيه، الجرعات المسكنه اللي هي بتؤتي الثمار، القلب يبتدي من 30 يوم فما فوق، يعني اقل نسبه وجدوها 30 يوم. الكبد اكتشفوا ان المشاكل بتاعته تبتدي من استمرار استخدامنا المسكنات 6 شهور. 6 شهور قاعد باخد مسكنات يطلع لي مشاكل في الكبد. فالكبد لقوا مشاكل. طب المعده لو انا سني فوق الـ60 ومريض عندي ستريس السرز او باخد اكتر من دواء
فانا مشاكلي ممكن تظهر بعد 21 يوم من استخدامي للمسكنات او اقل، اللي هو يجي لك قرحة في المعدة، نزيف معدة، فقدان دم، تقرحات، كل هذه المشاكل. الكولا ممكن من اول قرص يجي لي حاجة اسمها انترستيشيال نيفرايتس، يعني ده بيبقى التهاب مناعي ايزينوفيلي شبه الحساسية المفرطة، وقد ياخد من 3 أسابيع لشهور، لأنه هو بيعتمد انه بيقفل شرايين الكلى المغذية للكلى، ويحتاج يكون سن كبير. من قرص في واحد؟ في قرص ممكن يعمل حساسية، يعمل حاجة اسمها انترستيشن نيفرايتس، ده التهاب عنيف، يعني يلاقي دم في البول ده زي الحساسية. وده نادر الحدوث، متوسط حدوثه بعد 3 أسابيع، متوسط الحدوث. لكن بحتاج لو أنا مش مريض كولا قبل كده وما باخدش دواء زي مادة الميتفورمين، فهاخد وقت أطول، قد ياخد 6 أسابيع. طب لو أنا واخد دواء ضغط بيشتغل على المعدة من عائلة حاجة اسمها الإيس إنهيبتور، فهذه الأدوية، أدوية المسكنات، بتنفي، بتضيع العمل بتاع هذا الأثر، فالضغط يعلى لأنها بتأثر على البوتاسيوم والصوديوم واحتجاز الماء مع الإفراط في استخدام هذه الأدوية. عشان كده اللي عندهم ضغط ما ينفعش ياخدوا غير مسكن واحد. في دواء اسمه اندوميثاسين مثلا، لا وحتى لا يغير في عائلة من الأدوية ما ينفعش معاها المسكنات، فبياخد مثلا عائلة زي عائلة الأسيتامينوفان. في دواء اسمه اندوميثاسين، ده دواء عظيم جدا للمسكنات، بيجيب صداع. تخيلي اهم عرض ليه ان هو يجيب صداع. احنا اصلا بناخد المسكنات عشان الصداع، احد اثاره الجانبيه صداع، الاندوميثاسين. طب يبقى اذا طب هل هذه الادويه ليها فوائد بعد كل العذاب اللي احنا قلناه؟ كل ده كوارث كوارث. هي ليها فوائد. تخيلي ان الاسبرين بيقلل فرصه حدوث سرطان المعده والقولون والبروستاتا وسرطان الثدي. أسبرين. بس الاسبرين ونفس العائله دي، لكن كل هذه العائله ما عدا الاسبرين بيزودوا فرصه حدوث سرطان الكلى. طب احنا نمنع عني سرطان ونزود بس بالنسب فرص ضعيفة سرطان جدا. بس وجدوا ان هو بيقلل فرص حدوث هذا السرطان، سرطان الكبد والمعده والقولون والبروستاتا والثدي، وفرصه ان هو بيزود سرطان الكلى رينال سيل كارسينوما، الفرص اعلى سنه عن مثيلاته اللي هو ما بياخدوش. ده برضه في انهي معدل استهلاك؟ في الاستمرار في استخدام هذه الادواء، يعني بياخد اسبرين كعلاج ثانوي. زمان كنا بندي الاسبرين عند 40 سنه، بطلوا هذا الكلام بقى خلاص. والحوامل بياخدوه عشان يزودوا السيوله؟ لا، ده هو بيبقى عندها مرض محدد بيؤدي الى الاجهاض فبيدوها هذه الادويه. مرض الانتي فوسفوليبيد سيندروم، متلازمات الانتي فوسفوليبيد. لكن هذا الدواء اذا استخدمناه، اللي بياخد اسبرين بقى جاله ذبحه او ركب دعامتين فبياخد هذه الادويه، فده بيقلل له فرصه حدوث، يعني زي دواء كوليسترول، دواء كوليسترول بيدي نفس الحدث، بيقلل فرصه حدوث سرطان الكبد، وبيقلل فرصه حدوث سرطان القولون وسرطان المعده، عائله الاستاتينز مع عائله الاسبرين. لكن امتى برضو معدل الاستهلاك هنا يبقى كارثي؟ لما كارثي باخده شهور. شهور. فعمرنا ما سمعنا عن معدل استهلاك اقل من 3 شهور ويبقى فيه معاه مشكله. عمل مشكله. فهذه الادويه عظيمه ولها اثار عظيمه وما نقدرش نقول ان احنا نتجنبها. طب واحد عنده التهاب طرفي في الاعصاب مش هنديله ادويه التهاب الطرفي في الاعصاب؟ واحد عنده التهاب نقرس عنيف الان جاله التهاب طبعا هذه الادويه لو انا باخدها في جرعات بسيطه هتزود لي نوبه النقرس، هي لازم اخدها في جرعات عاليه للاسف الشديد يعني، وما ينفعش اغير جرعه النقرس لو انا باخده اثناء الاصابه بهذا فهذه الادويه ضروريه. واحد عنده ذبحه صدريه جات له ذبحه فلازم ياخد ادويه تثبط الالم لان احنا ممكن نموت من صدمه الالم. فالادويه لها، هذه الادويه لها دور هي مهم. هي موازنات، يعني قرارات بيعملها الدكتور لابد انها تكون محدده ولها انديكيشن. طيب. زمان كان انا والدكتور سرور يبقى كل واحد فينا ليه راي. الكلام ده خلص من الطب، بقى في خطوات محدده ستاندردايزد جايد لاينز بنمشي عليها كلنا. فعند الرقم الفلاني هندي الدواء ده او العائله دي بالجرعات دي. لم يعد هناك اراء شخصيه، مفيش نقاش في الموضوع. ما ينفعش تكشفي عندي او عند الدكتور سرور وتلاقي اختلاف بيننا او تاخدي تشخيص مختلف او علاج مختلف. طيب. لم يعد هذا الكلام. لكن النقطه بقى هنا اللي تثير القلق في الكميات الكبيره زي ما كنا بنتكلم دلوقتي من بعض الادويه، ده محتاج روشتة او ضروري في روشتة؟ هو الطبيعي في كل حته في الدنيا ان ما لا يصرف الدواء الا بروشتة الا بعض الادويه المعينه بنسميها اوفر ذا كاونتر الاوتو سي دراجز، هي دي اللي مسموح للصيدلي ان هو يبيعها من غير روشتة. للاسف ده مش الحال، ده مش الحال في مصر.
الدولة الوحيدة اللي بنشتغل فيها، اديني حبيتين من ده وانا عندي كذا، طب خد كذا بدون ريجوليشنز، ده مش صح. في دور لكل واحد في فريق الرعاية الصحية، احنا فريق الرعاية الصحية متكامل، في دور للطبيب، في دور للصيدلي، كل واحد ليه الدور بتاعه ومفروض ان هو يكون ملتزم بيه، وما ينفعش باي حال من الاحوال ان يكون المريض هو الدكتور بتاع نفسه، دكتور نفسه. زي ما الدكتور محمد اتفضل وقال، هو قال لحضرتك فترات مختلفة لكل واحد، طب انت عارف حالتك اني واحدة فيهم؟ ده فترات مختلفة لكل حالة وحسب الحالة الجانبية وحالته الصحية ايه؟ عوامل كتير قوي. الموضوع مش بسهولة ما انك انت تقول انا، احنا زي ما بقول لحضرتك في حالات معينة حاجة اكيوت، واحد حصل له عنده يعني مغص كلوي وقاعد بيتألم، حديله حاجة مسكنة لحد ما يروح ويكشف عليه ونحدد الحالة بتاعته كحاجة مؤقتة لحد ما يمشي على الرجيم معين في العلاج. يتحدد له هو ايه بناء على حالته الصحية كلها، علشان ما يحصلش تدخلات دوائية، علشان ما يبقاش عنده مشاكل هو مش واخد باله منها، اديله دواء يخلي الحالة تسوء أكتر. فلازم نحط كل ده في بالنا، وإحنا حطينا العوامل دي كلها في بالنا هنقدر نحافظ على صحتنا. ما بنقولش إن العلاج وحش، وما بنقولش إن هو بندي الناس جرين كارد استخدمه زي ما أنت عايز، لا كده ولا كده، لازم يكون في تقنين وكنترول على استخدام الأدوية بجميع أنواعها إذا كانت مسكنات أو غيرها. أو غيرها طبعا. بتجيلك يا دكتور حالات اللي هي المداواة الذاتية دي، حد يقولك أنا مشيت على علاج لمدة معرفش كم شهر بسبب ان حد من قرايبي حصل له الحاله دي فاخد الادويه دي وجابت معاه نتيجه، وبعدين تفاجئ ان في دامج بسبب الطريقه دي او الميثود ده؟ مش هقدر اديكي تجربه انسانيه، بس هو كل الشعب المصري شغال بهذا المنطق. وانا لا اظن ان في واحد فينا يعني لم يمشي الا بهذه الطريقه. كل يعني كلنا جربنا. الروشته بتتكرر. وبعدين كل الناس مياله الى استخدام الاعشاب الطبيه اكتر منها الى الاقراص. يعني في ناس يقول لك ده الاقراص دي حاجات كيميائيه، فاحنا خلينا ناخد الاعشاب العطار، خليك في الطبيعي، خليك في الطبيعي، علما بان هذه الاعشاب هو طبعا دكتور سرور عارف ان احنا عندنا اكتر من 80,000 عشب وجدوا ان مفيش ولا واحد فيهم مش سام للكبد. يعني معظم هذه مش فقط بس كمواد داخليه جواهم، ولكن الحاجات الفطريات اللي بتنمو عليها وانواع الناس بتتخيل ان الاعشاب دي يعني لو مش هتفيدني فهي مستحيل تضرني انها طبيعيه. لا هي هتضر ده بنسبه غير طبيعيه. انا طبعا هسيب زي الدكتور ايه مثلا؟ لا هو حضرتك تحتاجي تبصي الاول هي تم جمعها ازاي بالظبط. هو الجزء اللي بيستخدمه بيبيعه العطار ده هو او في التركيبه العامله هو ده النبات ولا الحته اللي موجود فيها الاكتيف كونستيتوانت اللي انا عايزها اللي بتعالج هو ايه؟ معلش لا الماده الفعاله اللي هتعالج مين يعرف نسبتها قد ايه، كميتها هي اتخسرت قد ايه؟ هي الماده الفعاله دي كانت فولاتايل اولز فطرت منها، فانا بديله ولا حاجه في زيوت طياره في المواد الفعاله. طب ما ده كله يندرج تحت اطار لا نفع لكن لا ضرر. لا في ضرر، ممكن تبقى في ضرر. طب ايه اللي ممكن يضر الكبد مثلا؟ ما هو اولا العشاب. اي حاجه حضرتك بتاخديها حتى الادويه اللي بناخدها بتاثر على الكبد قولا واحدا. ما هو في الاخر انا باخد دواء، الماده الكيميائيه اللي انا واخدها سواء كانت جايه من حاجه طبيعيه او يعني جايه. دكتور سامح ممكن تقول لنا الافلاتوكس ممكن تعمل ايه نتيجه التخزين الخاطئ حتى للدقيق؟ أيوة كان سرطان على طول. سرطان على طول. الافلاتوكس ده حضرتك بتخزني شويه اعشاب في البيت، رطوبة عالية، رطوبة. اي اعشاب، اي نوع من الاعشاب. انا هسيب الدكتور سامح في المخزن بتاع العطار نفسه. يعني انت عارف حضرتك الكونديشنز هو حاططها ازاي، الجو بتاعنا اللي بقى مش طبيعي، احنا مش عارفين اذا كنا عايشين في خط الاستواء ولا عايشين في مصر دلوقتي. حضرتك الرطوبة بتوصل 90%، فهل فعلا الظروف اللي محطوطة فيها ومخزنة فيها الاعشاب دي هي الظروف الملائمة للتخزين؟ لا انا مسرطنة للكبد يا هاني، مسرطنة. وفي بعض المركبات بتعمل لي ضيق في شرايين الكبد وأوردة الكبد، مرض الفينو اوكلوسيف ديزيز. في حاجات تعمل لنا حاجه اسمها داكتوبينيا، ان الخلايا ان انا بس مش عايز ادوش الناس هتعمل لنا بالعكس، بس احنا عايزين نوعي الناس لانه موضوع يعني العشاب ده مستخدم بشكل واسع. استخدامي لاعشاب مثل هذه الاعشاب ومكملات غذائيه وادويه هورمونات علشان بناء العضلات وعلشان اللي كل الشباب بتستخدمها بالمناسبه، كل ده تاثير على الكبد، كل ده شكل مباشر ضار. فما فيش حاجه اسمها انا هاخد حاجه بالوصفات الطبيه، بس الناس كلها ده معتقدات. يعني ما تقدريش تقولي الشاب بيبني عضلاته
ما تاخدش امينو اسيد. ده امينو اسيد عادي ده كريات ده ما فيهوش ده ما عندش حاجه. ده المدرب بتاعي بعهولي ايوه وقال لي ان هو مفيد. طب خلاص يعني انت بتتكلم معاه في ايه؟ هو انت بتناقش جدلي، انت اللي بتناقش جدليات مش هو جاي فارض حدث وما بيغيرش هذه الفكره مش عايز يقتنع ومش عايز يقتنع. طب احنا هنطلع فاصل وهرجع معلش اكمل كلام لازم في موضوع المكملات والحاجات اللي بتتاخد في الجيم لان ده برضو يعني هو ما كانش موضوع حلقتنا بس هو فعلا ظاهره فارضه نفسها بشكل كبير. فاصل ونرجع مره ثانيه مع حضرتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة بنتكلم عن الإفراط في تناول المسكنات والأضرار الكارثية على الوظائف الأساسية للجسم بسبب السلوك ده أو العادة دي أو الاستسهال لو جاز التعبير، يعني بدون ما نعرف أسباب المشكلات الصحية اللي احنا بنعاني منها بنتجه لتسكين الألم والتعايش معه وخلاص. الحقيقة كاميرا الخلاصة نزلت برضو وسألت الناس عن عادتهم في موضوع المسكنات، تاخدوا مسكنات قد إيه وليه؟ تعالوا نسمع إجاباتهم ونرجع مرة تانية نتناقش. وربنا لما حضرتك بتتعب بتاخد مسكنات ولا بتروح للدكتور تكشف؟ مسكنات. ليه بقى؟ اريح اسرع. باخد مسكنات. انا طبيبه يعني الالم صداع خفيف وما بيتكررش كتير ومعاش مثلا زغلله معهوش ترجيع معهوش اي حاجه لا طبعا اروح اخد مسكن خفيف، لكن لو كان شكوى مستمره ومتكرره لا طبعا لازم دكتور عشان يبقى فيه تحاليل وفحوصات عشان ما اخرش الحاله ويحصل فيها مشكله. في حاجات ينفع ليها مسكنات وفي حاجات لا. الاسنان دي ما ينفعش اخد لها مسكنات، هو الدكتور على طول. اسنان اخد مسكنات على طول قبل اي حاجه، قبل ما الحق اروح للدكتور لازم اخد مسكنات. اه ده اساسي، انما اي حاجه تانية لا بكشف. باخد مسكن في الاول وبعد كده بروح اكشف اذا ما يعني الالم لسه مستمر. انا لسه صغيره فما باخدش مسكنات. لا باخد مسكنات الحقيقه. لما الحاله تبقى صعبه قوي. لما اتعب جدا يعني. المسكن لما بيبقى حاجه يعني ممكن يكون هادك بس حاجه سيفير يعني ده بضطر ان انا اخد مسكنات عشان اليوم يعني يكمل. الدكتور بقى يعني لما بيبقى الموضوع يطول اكتر من يوم وكده يبقى لازم دكتور. مش بلجأ لده بسرعه يعني. حاجات بسيطه، صداع خفيف مثلا، جسم مكسر، حاجات بسيطه مثلا باخد مسكنات. لو صداع باخد مسكن، لو مغص شديد بكشف. لا باخد مسكنات. ليه بقى؟ يعني بتبقى اسهل، وعاده انا العظم بالذات وجع العظم كده كده هو العلاج بتاع مسكنات فباخد مسكنات على طول. يعني كتر اللجوء للمسكنات بيسبب ايه على المدى البعيد؟ بيسبب طبعا فشل كلوي وبيسبب اضرار كتيره جدا طبعا غلط، وطبعا الانسان بيتعود عليه وما بيجيبش بعد كده نتيجه. رأي حضراتكم في الإجابات هبدأ مع دكتور سامح. هو طبعا زي ما كنا متوقعين يعني ان معظم الناس مسكنات، هنفكر دلوقتي نفتح مصنع مسكنات بس عشان واضح ان سوقها كبير في البلد. لا هو 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 دي المشكله. في بعض الناس طبعا كانت اجاباتهم نموذجيه يعني ان انا ممكن اخده سريعا لو حاجه سريعه واروح بعد كده للدكتور اكشف علشان زي ما حضرتك قلتي انا محتاج المسكن هيسكن العرض بس السبب ايه؟ لازم نعرف السبب بتاع المرض ونبدأ نعالجه علشان يختفي من غير محتاج للمسكنات. فيبقى استخدام المسكنات لفترة صغيرة، حاجة حادة ظهرت إيس فجأة أنا مش قادر أستحمل الألم باخد حاجة تسكن وأروح للدكتور أعرف سببه إيه، دوت أسلم حل. رأي حضرتك إيه في الإجابات؟ أنا سعيد بالمواطنين. مبسوط. ده كده في صالح الدكاترة. هيجوا هيجوا. إذا ما جاش بسبب المرض الأساسي هيجي بسبب الفشل الكلوي، بس ده كده اللي هيشتغل بتوع الكلى مش الكبد إحنا. لا هو ده طبيعة العالم، البني آدمين في كل حتة في الدنيا، كل المواطنين في أي حتة في الدنيا هيتعاملوا نفس الـ يعني إحنا ما سمعناش إجابات غريبة أو غير متوقعة. وما أقدرش أقول لحد غير من طباعك. هو في روتين للعمل او روتين للشكل الطبي، مش هقول لك ان احنا بندعو الى عدم، لا انت خد المسكن ان الالم خطر عليك، الالم قد يودي بحياه انسان، الالم ضار تماما يعني بيخل بالمزاج.
يخل بالمزاج ويضعف المناعة، فاستمرار الألم خطير. هو الألم هو علامة لإنقاذ نفسك من مشكلة حادة. الألم ممكن يبقى بسيط ومشكلة وراه كبيرة، ممكن يبقى حاد جدا ومشكلة وراه قليلة. يعني لو جالي ألم في الصدر طب أنا لازم أبحث إن ده قلب. لو جالي ألم ومعايا هجامة ممكن يبقى عندي جلطة صغيرة في الرئة أو قد حاجة عنيفة جدا، أو ممكن يبقى عندي تمدد شريان أورطي وبعد كده هبوط في الضغط. لو عندي ألم حوالين السرة ده عندي 13 سبب وراء هذا الأمر. لو عندي ألم في الجانب اليمين وخدت مسكن عنيف في أسفل البطن وكان في طفل مثلا 15 سنة 14 سنة وضيعت له الألم وهو عنده زايدة انفجرت ما خدش باله. فهي الموضوع نسبي، لابد أن أحترم علامة الألم، ولابد أني ألجأ للطب لبحث الدكتور للمشكلة. يعني النهاردة الألام بقت محددة، يعني على سبيل المثال ألم البطن عندي 8 أسباب لألم فم المعدة. عندي 13 سبب. نقولهم سريعا كده. ألم فم المعدة أخطر حاجة لو سني فوق سن 50 سنة. ألم فم المعدة كل الناس عارفة أنه هو قرحة معدة، ده أشهر حاجة، لكن إحنا ما بنقولش على ده. أي ألم فم المعدة فوق سن 60 لازم أستبعد الذبحة الصدرية وتمدد الشريان الأورطي، دول أهم شيئين في الموضوع. في مرارة في معدة في خنوات مرارية في السن الصغير، ممكن يبقى في حاجة اسمها دي الشريان المعوي يدي ألم ومعاه قيء. دول الحاجات السريعة اللي بد. وطبعا البنكرياس لو بيسمع في الظهر لازم استبعد البنكرياس، ولو بيسمع برضه في الظهر لازم استبعد الاثنى عشر. الألم اللي في الجانب الأيمن نفس الكلام 8 أسباب. الألم اللي في الجانب الشمال أخطر شوية، بيبقى ديل البنكرياس والطحال وقولون وممكن حاجة ليها علاقة بالرئة والقلب وهكذا. يعني فالألم خلاص بقى محدود. النهاردة نقدر نعرف أسباب الألم، زمان كانت الأمور مش واضحة بهذه الدرجة والتشخيصات كتير متنوعة، لكن دلوقتي الحاجات واضحة وصريحة والسيطرة على المرض بقت سريعة إذا تم اكتشافه مبكرا. طيب نقدر إيه المقترحات أو إيه الآليات أو التصورات اللي نقدر بيها نحل مسألة إن إحنا بنروح للصيدلية نصرف الأدوية من غير روشتة؟ هل محتاجين نشتغل على تشريعات مثلا في المسألة دي؟ محتاجين نطرق باب التوعية أو الثقافة المشتركة بين الصيدلة والناس؟ حضرتك تتخيلي قانون مزاولة مهنة الصيدلة صدر إمتى؟ سنة ده رقم 127 لسنة 55 اللي ماضي عليه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر أيام ما كان رئيس وزراء. بالتأكيد تغير كثير مما يحتاج لتعديل. حضرتك الأدوية اللي موجودة ومذكورة في الجداول المختلفة أساسا يعني في منها بقى أوبسوليت ما بيشتغلش، وبقى في حاجات كتيرة وكلاسس كتيرة جت بيتكلم في باب معين كبير منه عن التراكيب الصيدلية واللي بتستخدم انترنالي داخليا واللي بتستخدم ظاهريا وتتصرف بروشتة والكلام ده. هو الكلام ده عاد موجود يعني أصلا؟ كل ده محتاج يتغير. كل ده مش موجود. فأنت حضرتك بتشتغلي القانون اللي بينظم مهنة الصيدلة في مصر عاد غير مجدي. محتاج حضرتك تتخيلي أن من يمارس مهنة الصيدلة في القانون ويفتح صيدلية وهو غير مخول وبيع أدوية عقوبته كام؟ عقوبته قد إيه؟ غرامة من 50 جنيه 200 جنيه. 50 جنيه 200 جنيه قانون 200 جنيه سنة 55 مبلغ غير 200 جنيه سنة 2024. باختصار القانون بحاجة إلى تعديل. القانون دوت محتاج يتعدل، محتاج يبقى فيه تغليظ عقوبات، محتاج يبقى فيه آليات من هيئة الدواء المصرية في الرقابة على الصيدليات وطريقة عملها. الجهاز التفتيش الصيدلي يكون عنده الإمكانيات والمان باور الناس. أنا سعيدة أن حضرتك اللي بتقول الكلام ده عميد كلية الصيدلة. يعني أنا يهمني أن أنا أرتقي بالمهنة بتاعتي طبعا. ده مهم جدا، وهي ده اللي هيخلي كده أن لما أمنع أن يبقى في دخيل موجود واقف في الصيدلية، لما أتأكد من كفاءة الصيدلي اللي موجود وبيشتغل، مش كل ده هيبقى ريفلكتد على شكل الصيدلي في المجتمع وعلى دوره. ده مهم جدا على صحة الإنسان وصحة الإنسان في الآخر. زي ما قلت لحضرتك احنا في الآخر فريق بيسمى دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها دكتور وصيدلة، بقى في حاجة اسمها فريق رعاية صحية بكل الكومبوننت بتاعته. في جزء منه الصيدلي، بقى في مجلس الصحي المصري وهيبدأ إن شاء الله يتطبق اختبار مزاولة المهنة علشان ياخد تصريح. دي حاجات كلها هترفع من المستوى. هيبقى في تجديد ترخيص كل 5 سنوات بحيث ان كل طبيب وكل صيدلي وكل طبيب أسنان كل العاملين في فريق الرعاية الصحية يخش الاختبار ده هو ويعاد
تقييمه، هل هو مؤهل لمزاولة المهنة ولا خلاص نسي، علشان الناس تفضل في حاجة اسمها continuous education، التعليم المستمر ليهم، علشان نقدر نحافظ على اللياقة البدنية للفريق الرعاية الصحية ما يخملش ويبدأ يبقى مواكب لأحدث حاجة، علشان إيه؟ علشان خاطر المريض بتاعنا يلاقي أحسن رعاية صحية موجودة. ممتاز، ده على صعيد التشريعات أو التعديلات القانونية، لكن برضو على صعيد الثقافة في محتاجين نشتغل كتير، وأنا مش عايزة أتجاوز النقطة اللي اتكلمنا فيها قبل الفاصل، اللي هي أنا مثلا عايزة أعمل عضلات بروح أسأل الراجل اللي في الجيم، أنا عايز صحتي مش عارف إيه فروح أخد مكملات، أسأل واحد صاحبي واحدة صاحبتي، الثقافة هنا دورها إيه دكتور؟ ثقافة كبيرة جدا، لأن مش فقط الإعلام، بقى في كذا حاجة موجودة، بقى في عندك حاجات الوسائط الاجتماعية والوسائل الاجتماعية والقنوات الأخرى، فكذا حد بيطلق، كل واحد بيعمل قناة لنفسه، فما بقاش في حاجة حكومية ممسوكة أو في حاجة يعني نقدر نمسكها، لكن العلم في النهاية هو العلم، وله مصدر محدد وله أو مصادر محددة قانونية معلومة. طبعا الجامعات لازم تبقى مسؤولة عن إن هي تنزل هذه الدورات في صفحاتها أو حاجات من هذا القبيل. الموضوع ده طبعا لسه هياخد وقت. طب لو توجه نصيحة للشباب أو الناس اللي بتسمعنا دلوقتي في موضوع تناول المسكنات، تناول المكملات، الهرمونات، الحاجات اللي بتتاخد بدون اشراف طبي، هو ما فيش، الحاجات دي هتظل موجوده في الولايات المتحده وموجوده في كل دول العالم، وهتظل تباع زيها زي التدخين، زيها زي الحاجات اللي بتذهب العقل، المخدرات وخلافه، دي تجاره اخرى موازيه. لكن دورنا احنا بقى في تناول، الشباب بقى المستخدم دوره ايه؟ المستخدم ما ينفعش يروح ياخد اي دواء بدون لجوء الى شيء طبي، الى مركز طبي، الى وحده طبيه، الى وحده رعايه صحيه. ما هي الدوله بتوفر لك كل ده. استشير الاطباء اللي هم عارفين هذا الكلام، على الاقل اطباء التغذيه على الاقل هذا الكلام. ان مفيش حاجه اسمها مركب يتاخد كده، وطبعا في تشريعات وفي اشياء كثيره جدا، ولكن في هناك تحايل ايضا طبعا. مش هنقدر نعمل عسكري لكل مواطن. صحيح. طيب نصيحه اخيره برضو للشباب في نفس النقطه او للناس بشكل عام، دايما اسال استشر قبل استخدام اي دواء، طالما هتاخد حاجه وهتبلعها ببقك وتخش جوه جسمك لازم تبقى عارف وفاهم كويس قوي هي هتعمل لك ايه، لان مفيش حاجة هتاخدها زي ما هتفيدك وهيبقى ليها تأثير انت عايزه، هيبقى ليها تأثيرات تانية جانبية ضارة على اللونج تيرم، على المدى البعيد او على المدى القريب ما نعرفش هيبقى عامل ازاي. زي ما الدكتور محمد قال، في اطباء موجودين بنسألهم، في صيدلي متخصص في الدواء وفاهم فيه، في مراكز التغذية علاجية بقت موجودة جوه المستشفيات، ووحدات تغذية علاجية موجودة جوه المستشفيات وبقت منتشرة دلوقتي، فالمعلومة موجودة ومتاحة، بس لازم أدقق وأخد المعلومة من صاحبها الشخص المتخصص في هذا الشيء، ما مش حد مدعي ولا حد سوري بيسترزق من ورايا، علشان أخد المعلومة الصح بدون ما يكون في وراها اي منفعه شخصيه، بقى متاكد ان الشخص اللي بيديها لي ده هو طبيب او صيدلي، حد متخصص في ده هو ده علمه، هو حلف القسم قبل ما يمارس المهنه بتاعته، فلازم هيراعي ربنا وهو بيقول لك اي حاجه، حتى لو بياخد منك مقابل مادي، بس ده هو عمره ما هيضرك، يعني ده هيكون واثق، كون واثق في كده. الناس دي هي اقسمت عشان تمارس المهنة، القسم بتاعها ان هي هتحافظ على حياة المريض ده هو، فدي حاجة مهمة جدا. يعني انا كأني هترجم كلام حضرتك، بلاش جملة اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، دي بلاش خالص، اسأل طبيب بس. وبلاش المجرب. نورتونا وسعدنا جدا بحضراتكم، دكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، والدكتور محمد المنيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، نورتونا. اهلا، سعدنا جدا بحضراتكم. وصلت مع حضراتكم لختام خلاصة اليوم، شكرا على المتابعة، والقاكم بكرة في خلاصة جديدة.